لأول مرة في مصر. The Eastern Western Women Film Fest, California, USA presents Empower Her Symposium, حيث يلتقي الشرق مع الغرب لتقدير الأعمال المؤثرة في السينما والدراما المصرية والتي ناقشت حقوق المرأة وأثرت في المجتمع العربي. حديثي معاكم بوحدة أنا بحييها تحية كبيرة جدا، أنا شخصية واحدة من المهتمين بها، هي تحدي الإعاقة، تحدي المجتمع، كان عنده فكر مقفول. هي مذيعة لذيذة جدا وقدمت حاجات حلوة كتير، قناة من القنوات المبهرة الكبيرة، والحقيقة حطيتي فيها النهاردة لأن هي بالنسبة لي مثال للتحدي الكبير، إنها تطلع شاشة وتبقى قوية ومش بس كده، بتثبت نفسها وعندها قوة شخصية وعندها ثقة بنفسها. فأنا بحيي رحمة خالد، بقول لكم رحبوا معايا بيها، هي قالت عايزة تقول كلمة. يعني الصراحة تقديمها جميلة جدا بجد والله، ما كنتش عارفة أقول أكتر من كده، يعني من التقديمة الجميلة دي طبعا بشكركم جدا، وعايز أقول لكم إن أنا مبسوطة جدا جدا من المهرجان ده، لأن فعلا إحنا محتاجين، يعني أنا مبسوطة بفكرة المرأة إن أديكم قفلوا وفكرتوا في حاجات في المرأة. يعني بقول إن إحنا لازم نسلط الضوء على المرأة اللي بتدرس في الخاصة، ده فعلا مهم جدا ان احنا نسلط الضوء، وان احنا كمان نقدر نغير نظرة المجتمع الخارجية تتحول لطاقة او لنظرات ايجابية. انا اتمنى ونفسي جدا ان انا امثل فيلم، ان فعلا علشان يعني نوري المجتمع ان المرأة اللي بتدرس في الخاصة بتقدر وان هي يعني هي مش بس تقدر تعمل يعني تشتغل بس، لا هي يعني تقدر تعمل حاجات كتير، هي الزوجة وهي الأم وهي فعلا تستحق أكتر من كده كمان، هي مش مجرد حاجة بسيطة، لا هي حاجة كبيرة بالنسبة لنا وحاجة فعلا تستحق أكتر من كده. شكرا جدا ليكم، وطبعا طبعا هي طبعا موجودة معايا، هي المرأة هي اللي كل حاجة في حياتي دلوقتي، هي اللي فعلا بتقعد يعني هي واقفة جنبي كتير، وطبعا من سن صغير جدا يعني علمتني حاجات كتيرة ذكر جدا. أنا عايزة أقول لكم إن هي أمي أمل إبراهيم عطيفة، وقفت جنبي فعلا وبدأت تكون معايا، هي اللي خلتني أظهر بالمظهر ده دلوقتي في حياتي دلوقتي ومن قبل كده، لأن فعلا الواحد يعني ممكن ينسى حاجات كتير، بيبتدي يفتكرها مع الوقت، يفتكر ان الام بتبتدي تفكر اولادها، تبتدي تتكلم معاها، ده اللي فعلا اللي موجود دلوقتي. وبقى التغيير من ظهر المرض اللي لازم الخاصه اللي فعلا تقدر مش بس تبقى ام وزوجه، لا كمان تقدر تشتغل، تقدر تمارس حياتها بشكل طبيعي، تقدر تعمل حاجات كتيره جدا. بس وانا قاعده في السيت وسط زملائي وزميلاتي حسيت بالعزوه، حسيت بالدفى، دفى الاسره. احنا لما بنتلم على بعض زملاء زميلاتي فنانين او اي حد مخرج سينمائي مين ما كان في المجال، دايما بنحس الاسره بالفنان، خصوصا بقول لما فيولا رمت والدتها. انا بعتبر انه التكريم مش للوالده فقط، مش لامهاتها، انا بعتبر ان التكريم مامه فيولا تكريم لامهاتنا كلنا. كنت اتمنى ان امي تكون موجوده معانا النهارده. التكريم لامهاتنا اللي وقفوا سندونا شجعونا، يعني علشان نقف ونقدر نثبت ذاتنا، نقدر نتقدم، نقدر ننجح. هو
انا فخور جدا ان المصري وانا هنا بيجاني احنا يعني فخورين جدا بيك و بس الحقيقة ان انا فخور جدا ان انا مصري وان انا هنا وان انا معاكم. نفسي ان انا اكون معاكم على طول ويعني المايك شكله القطع. فانا فرحان جدا ان انا هنا معاكم وفخور جدا بيكم وعايز اشكر كل الناس اللي ساعدت في النظام الجديد فايولا وكيف كله بتاعها. So I want to say thank you and inshallah we'll have more of these events with support and love each other. Thank you. ويبقى فرصة رائعة لاندماج الشباب من مصر ومن أمريكا عشان نعمل سينما قوية ومتميزة وكله بيهتم بقضايا المرأة. فده أنا الشاغل من خلال يعني أفلامي ومن خلال أدواري وحتى لو أنا ممثلتش يعني ممكن أكد عمل عشان أدافع فيه عن قضية تمس امرأة. دكتور أسامة فكرني لما عملنا الأوبرات اللي كان كاتبه أبونا شنودة وقال مصر وطن بيعيش جوانا مش إحنا بنعيش جوانا. هو ده اللي أنا بشوفه النهاردة من الجاليات المصرية والعربية اللي عاشت برا بلدها وعاشت في أمريكا أو في أوروبا أو في أستراليا وبقابلهم لما بسافر برا وبلاقي مصر فعلا عايشة جوانا. ده بيساعدني جدا لان مصر ما ينفعش تتنسي مهما بعدنا هي فعلا عايشه جوانا. انا برحب بيكم جميعا كل الضيوف الموجودين النهارده هم طبعا مش ضيوف انتوا اصحاب بلد المصريين اللي عايشين في امريكا. اهلا بيكم واتمنى ان هذا المهرجان يسفر عن اعمال فنيه رائعه لسينما المراه. وطبعا لما بنقول سينما المراه هي قضايا المراه دايما فيها رجل. يعني انا الحقيقه علقت على موضوع الاكاديميه لانه اللي هيدرسوا فيها بنات بس. كل الاعمال احنا بنمثل المراه مع الرجل فاحنا دايما هنفضل جنب بعض. والمراه المصريه هي مراه قويه جدا وتاثيرها قوي جدا واقدر اقول ان منذ بدايه التاريخ اول امراه حكمت في العالم يعني كانت في منصب حاكمه كانت المراه المصريه كانت حتشبسوت الملكه الفرعونيه ومن اوائل الفنانات اللي بداوا مع بدايه السينما. يعني اعتقد من سنه 28 اول فيلم مصري سافرنا بيه في مهرجان دولي في مهرجان تونسيا كانت عاملاه بهيجه حافظ انتاجها واخراجها وهي اللي عامله المونتاج وهي اللي عامله الموسيقى التصويريه. فالمراه المصريه كمان يعني قويه جدا في الفن من زمان في فن السينما وهم اللي شافوا السينما على كفهم ومرورا بقى باسيا وحبيب ميمي واسماء الحقيقه عديده جدا من الكبار من المنتجات ومن النجمات النجمه ماجده فتيحه يوسف العديد منهم الحقيقه انتج وقدم للسينما المصريه احلى الاعمال. فنتمنى ان المراه المصريه دايما تفضل قويه وبتحب بلدها وبتحب الفن لان هو الفن اساس حياتنا. الفن هو اللي بيأثر في عقول الشعوب وفي وجداننا فدايما نبقى مؤثرين للأحسن وللأقوى وللأحسن تطورا وللأجمل. أتمنى يا رب للسينما المصرية وللسينما عموما كل الخير وأتمنى لبلدنا مصر
ان دايما يبقى القادم اجمل. بحييكم من كل قلبي، بشكركم يا يولا، بشكركم جدا. ايستر ويسترن وومن فيلم فيستيفال، بشكركم من كل قلبي على كل اللي قايمين عليه وعلى المجهود الكبير اللي انتوا عاملينه عشان ينجح هذا المهرجان ويخرج للعالم ويبقى بدايه لشغل عظيم للجيل الجديد بقى ما بين مصر وامريكا، ونشوف افلام عظيمه باذن الله. شكرا. أنا مش هتكلم كتير، أنا نجمة جميلة حبيبتي، رفيقة النضال النقابي وغير النقابي والفني والسينمائي إلهام شاهين، قالت كل اللي احنا محتاجين نقوله. وبصراحة أنا خايفة عشان أستاذة هالة صدقي قالت لي لو طولتي مش عشيك، فطبعا أنا سعيدة ومش مصدقة أن الفيلم اللي اتعرض منه مشهد ده مر عليه 13 سنة، فالوقت بيجري بسرعة جداً. ولو المرأة ما عرفتش تستاند اب فور هير سيلف وتاخد حقوقها سواء قدام الكاميرا أو ورا الكاميرا في الصناعة بتاعتنا، إحنا هتبقى مشكلة كبيرة جداً، وخصوصاً إن للأسف بيتم التنمر عليها وعلى شكلها وسنها، مش بس من بعض الشخوص المجهولة، لا للأسف كمان من المتعلمين والمثقفين. فأتمنى أن احنا المثقفين في مصر ما يسيبوناش بالخيبة عشان ما تبقاش خيبتنا في نخبتنا. فأتمنى أن احنا بعد كده نعرف نجيب حقوقنا صح وما نخافش، وأنا مش هخاف. وشكرا لكم. Thank you very much. فكانت عمل في أحد الكتب منها وشكرا.